الشعب الروسي والشعب الأوكراني يكافحان من أجل حريتهما ضد واشنطن وضد نظام زيلنسكي. وطبعا نحن سنكون مسرورين إذا حصلنا على مساعدة من أي دولة في هذه الحرب. نحن لا نحارب من أجل المال، نحن نحارب من أجل حريتنا، نحارب من أجل مستقبل أولادنا. نريد أن نعيش بحرية ونعيش حياة أفضل، لا نريد أن نكون عبيدا لأمريكا، لا نريد أوكرانيا أن تكون مستعمرة أمريكية. نريد أن تكون أوكرانيا حرة مرة أخرى قبل كما كانت قبل عام 2014. اليوم الصين تقوم ببيع بعض الأسلحة وبعض الملابس وبعض الذخيرة للجيش الروسي، ولكن أعتقد أنها يمكن أن تقوم بأكثر من ذلك. الأمر لا يتعلق فقط بسياسة التعاون، الأمر يتعلق كما قلت بالحرية، لأن التهديد الذي يشكله الناتو على حرية روسيا وأوكرانيا هو كذلك يشكل تهديدا على حرية كافة الشعوب والدول بما في ذلك الشعب الصين. الآن واشنطن تريد أن تدمر أوكرانيا وروسيا، وبعدها سيحاولون أن يدمروا الصين والهند وأي دولة عربية إذا وقفت بوجهها، لأنهم لا يريدوننا أن نكون أحرارا، لا يريدوننا أن نقوم أن نعيش أحرارا بالأحرى، يريدوننا أن نكون عبيدا لهم. وبالتالي لا أحد يريد أن يكون عبدا، وجميعنا نحن كشعوب علينا أن نحارب ونكافح من أجل حريتنا.